بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا اخبارنا الرياضيه مع فريق النادي الاهلي اللي حقق الفوز على المصري بنتيجه 4-0 في المباراه اللي جمعتهم امبارح على استاد برج العرب ضمن منافسات الجوله الاولى لبطوله الدوري الممتاز. وسجل رباعيه الاهلي رضا سليم وبرسيتاو هدفين وكريم فؤاد. برسيتاو حصد لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه الأهلي أمام المصري في الجولة الأولى للدوري الممتاز لموسم 2023-2024. فريق زد حقق فوز مهم أمام الإسماعيلي بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. وسجل مصطفى سعد ميسي هدف التقدم لزد. وعلي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي زد حصل على جائزة رجل المباراة فريقه أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. تدريبات الزمالك الجماعية واللي أقيمت امبارح على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة شهدت مشاركة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق بصورة طبيعية، وده بعد تعافيه من الإصابة اللي تعرض لها في عنقل القدم. كمان شهدت تدريبات فريق الزمالك مشاركة عبد الله جمعة الظهير الأيسر بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة. ودعت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم واللي بتقام في صربيا وبتستمر حتى 24 سبتمبر الجاري، وده بعد خسارتها أمام لاعبة كولومبيا بدور ربع النهائي من منافسات البطولة بنتيجة 4-0. فريق لايبزيج الألماني بدأ مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بانتصار مهم على مضيفه يانج بويز السويسري بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة لبطولة أوروبا. فريق ميلان الإيطالي اتعادل مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي سلبيا في المواجهة اللي أقيمت امبارح على ملعب سان سيرو، وده ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا اتغلب على ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي بنتيجة 3-1، وده في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا. لاتسيو الإيطالي اتعادل مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-1 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقق الفوز على بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 خلال اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية، وده في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024. وفريق برشلونة الإسباني حقق الفوز على نادي رويال أنتيورب البلجيكي بنتيجة 5-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين امبارح في مستهل مشاركة الفريق الكتالوني في مسابقة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع منى وشاذلي. شكرا لك يا لمي.